ربي عليك توكلت وإليك أنبت وإليك المصير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صح شريبتكم ربي يتقبل اليوم حديثي الى ابنائي وبناتي من الشباب. والحصه هذه ساخصصها لهم لحقهم علي وعلى مجتمعهم. بل كان المفروض ان تكون كل الحلقات لهم. كيف لا وهم الذين احدثوا التغيير العظيم الذي نتمتع نحن باثاره بعد ان حرمنا حقوقنا ووقع الاستيلاء علينا وجدنا انفسنا احرارا نخاطب يخاطب بعضنا بعضا. هذا من اثار ما قام به ابنائي من الشباب ذكورا واناثا وقت اللي شعروا بان الوضع ما عادش قابل باش يستمر وهم اللي ابتدعوا طريقه خرجونا بها من الشده والكرب اللي كنا فيه. اذا تحيه لهم وتحيه لمن ناضل ومات في سبيل هذه القضيه. نقول ابنائي من الشباب انتم عده مستقبل بلدكم. ككل شباب في كل امة. يا أخي الأمم كيف تتطور تتطور بالإضافة بالتجاوز مش بالمحافظة المحافظة وبقاء مكان على مكان هو سمت من تقدمت بهم السنون اللي كبروا وشابوا كيف يوليهم ما عادش يجازفوا ما يحبوش يغيروا ما يبدلوا ماذا بهم ابقاء مكان على مكان ولذلك الأفكار الجديدة والأفكار الثورية في العالم لم يدفعها إلا الشباب ولم يقدمها إلا الشباب ولعلكم في تاريخ الإسلام تدركوا وأن الذين نصروا هذا الدين الجديد مش المحافظون أصحاب المواقع وأصحاب المراكز كما أبو سفيان وأمثاله في مكة المكرمة اللي كان عندهم مواقع اجتماعية ومواقع اقتصادية ومالية ما مش مستعدين باش بها شو معناها أنا سيد في قومي أنا صاحب سلطة وأنا صاحب مال وانا صاحب امكانيات نجاز بيها اللوحة لا مش ممكن الكون اللي جاوا معاه جاوا معاه اما المستضعفون المظلومون اللي كان نازل عليهم المعصار او الشباب حتى من ابناء اولئك الساده اللي كانوا راغبين في التغيير واللي كانوا قادرين باش يجازوا وعنده فكر تطوير الامه والاسلام لم يجد له محضنا في المدينه المنوره الا باقبال الشباب عليه شباب في المدينه المنوره هم اللي نصروا الدعوه الجديده وهم اللي أعطاوها مجال باش تنتشر سبعون شابا هم الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبه الثانيه باش يهيئوا مناخا جديدا مصعب بن عمير اللي كان قائد التغيير في المدينه المنوره انت كان شاب شاب صغير ومذخمه وجميل ويعمل في العطورات وشيخ بروحه نهار من نهار تقتل يلقى روحه أمام قضية باع نفسه لتلك القضية وتقدم هو وأمثاله من الشباب باش يغيروا يا شباب تونس إيش بيكم في القاوي ولا <applause> القاوي راي مع كما تقديري واحترامي لأصحاب المقاهي القاوي اللي يحب يرتاح يعني اللي تعب في حياته القراقف والكبار والشياب والانتريتية يحق لهم مش مش يقعدوا في القاوي يعدوا فيها الساعات هذو كتعبوا عدا والستين والخمسة وستين والسبعين وحفات سقيهم وما عاش عندهم إمكانيات ولذلك يمشي يقعدوا في القهوة يقضي وقتهم يأثوها مرحبا إيش معناه إيش يبقى في قهوة إيش معناه ندخلوا المدن ونعملوا دورة في العشرة متاع صباح 11 متاع صباح القهوة دز تاخو دي إيش معناه معناها أن الأمة شبابها ما عندوش قضية الأمة ما عندهاش قضية تكفل بها الشباب باش عاجبكم وضع امتكم انتم؟ عاجبكم وضع بلادكم؟ معنا ترضاو باش نقعدوا احنا نص ولا ترضاوا يا الاولاد باش ترميوا رواحكم في البحر باش تمشيوا وتلوجوا على الجنه الموعوده في ايطاليا ولا في فرنسا؟ لا انتم نسيتوا وانهم هما يعانيوا اكثر من عاني احنا. هما في حاله ريسيسيون في حاله رجوع الان وضعهم الاقتصادي سيء. جنتنا في بلادنا واقامتها بايدينا مش بايدي غيرنا انتم قادرين باش تبعثوا دم جديد وامل جديد في المجتمع التونسي ولذلك نقول لكم مناسبه رمضان وعدد كبير منكم قلبه يحرق على وضع الامه ان تدركوا بان التغيير واضحة لن يكون بتقديم الطلبات وانتظار سي الوزير الكبير والوزير الاخر باش يقضي لنا قضيتنا ما يجمش يقضي لي قضيتي ويقضي قضيتك احنا قادرين باش نقضي قضيتنا بدينا احنا قادرين باش نتحركوا ولذلك نقول لاولادي من الشباب يدركوا معنى قوله تعالى انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وان ابراهيم كان فتن لما ثار على الشرك في وطنه ودعا الناس الى التوحيد كونوا من اهل السبق لتغيير وضع الامه يا شباب وبلادكم وراكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.